طيب، السلام عليكم جميعا. احنا هيكون اليوم موضوعنا الكودرز دي، افتكر الاغلب اشتغل عليه. ممكن في اي وقت او في اي لحظة خلال التدريب، خلال السيشن، ممكن تفتحوا المايك وتتكلموا اذا حابين تستفسروا عن شيء معين. احنا هنحاول نجاوب على كل الأسئلة اليوم، ونحاول نحل كل المشاكل اللي ممكن تواجهكم. تمام؟ طيب، انا هشارك الشاشة عندي و هوقف الفيديو، بس يعني ادوني فكرة اذا الشاشة ظاهرة عندكم ولا ما ظاهرة. شغالة. طيب، ممتاز. طيب، انا حاليا هطلب من يعني الجميع انه يحاول يفتح، يكون عنده الكودر دي فاتحه قدامه. خلينا اشوف الحضور مين حاليا. طيب، في مهرة. طيب، اوكي. احنا حاليا عندنا المفتوح عندنا في الاكونت حكايه بتاعت سته مهمات، في سته اكتيفيتيز. السابعه او المهمه اللي هتتفتح يوم المسابقه هتكون المهمه السابعه. هنشتغل نتدرب على المهمات من 1 لـ 6 او للثيمز المفتوح من 1 لـ 6 عشان نكون جاهزين بقدر الامكان لاخر مهمه اللي هي حيكون عليها المسابقه نفسها. طيب، في الافضل بالبدايه هنبدا بال اللي هي الادفنشر بارك، الميشنز اللي شايفينها قدام. اذا ما في هيك مسكر، إلا إذا في شوية استفسارات ممكن تفتحوا المايك، حتى ممكن تكتبوا على صندوق الدردشة. طيب، إحنا أول حاجة بنبدأ اللي هي البيجينز، أول واحدة المهمات البسيطة نتدرب عليها، نفهم كيف. في الأغلب بتكونوا كلكم شفتوها واشتغلتوا عليها وجربتوها، بس هي مهمات بسيطة جدا زي ما شايفين، بتركز على كيف انا اتحكم في الروبوت بالبرمجه، اخليه يتحرك اتجاهات مختلفه، مسافات مختلفه، بيسوي دوران مثلا ببلوك واحد، بدل انا اكرر البلوك ببلوك واحد اقدر اعمل دوران ممكن لاتجاهين او دوران مرتين، بدل الدوران يكون حركه واحده. الحركه يعني الرجوع للخلف، و بعض شوية تحديات هنا في آخر. هنبدأ بالأول، هحاول أتعرف عشان أنا ما عندي فكرة مستوى الموجودين هنا حاليا وين بالضبط. هحاول أدي فكرة عن كل الأكتيفيتيز الموجودة أو الميشن الموجودة بسرعة. زي ما شايفين أي مهمة نفتحها بديك فكرة أو بديك زي شرح إنه شنو حنعمل بالضبط هنا. طبعا هنا بنستخدم إحنا البلوكس، حيشرح لي البلوك اللي أنا ممكن أحتاج أستخدمه في المهمة دي، واللي هو البلوك اللي بيخليه يتحرك لقدام. في البلوك نفسه أنا ممكن زي ما شايفين أسحبه وأحركه من مكان لمكان عشان البرنامج، بعدين أضغط على رن الكود او رن للسيموليشن اللي على اليمين هنا. لما اعمل الرن للكود بيبدا الروبوت يتحرك. طيب، اذا في اي ايرورز، في اي مشاكل بتظهر عندي تحت هنا في الكونسول. اول ما اخلص تاني كونجراتوليشن، ممكن ابدا يعني اجرب مره ثانيه، اذا انا حاسس انه في شيء مسويه خطا ممكن اجرب ثاني، اذا حاسس انه يعني خلصت بقدر امشي للبعديها او اتحرك للاكتيفيتي اللي بعديها، وممكن حتى ارجع ل اللي هو بدايه نقطه البدايه المهمات كامله او الاكتيفيتيز كامله. بس انا هحاول ارجع حاليا اعمل تراي اجين عشان
نتعرف أو نتكلم أكثر عن بعض الأشياء الموجودة. الحاجات اللي بتكون مفيدة بالنسبة لي أنا زي طبعاً باستخدام الماوس على اليمين، زر الماوس على اليمين بقدر أتحكم في الكاميرا أو في الشاشة. بعد كده عندي هنا الكاميرا اللي هي ممكن أغير الفيو، أكون شايف الروبوت والمات كاملة أو الخريطة كاملة. طيب بعد ما أنا أحدد حالياً المسافة، أنا ممكن أخلي الروبوت حالياً بشكل مفتوح جداً، تحرك لقدام لما أوصل النقطة دي وخلص. يعني هو دي مهمة سهلة أصلاً موجودة زي ما شايفين على اليسار، عشان المهمة ما بتطلب بلوكات كثيرة. أنا ظاهر عندي بلوك واحد واللي هو بلوك التحكم في الروبوت اللي قدام اللي ورا. إذا في شيء أنا ما محتاجه أحط في الدست بن هنا. بعد كده دي هي تكبير وتصغير. وعندي هنا بياخذ البرنامج، إذا أنا عندي البرنامج كبير جدا وأنا اتحركت في الشاشة اللي تحت لفوق، ممكن أركز على أجيب البرنامج على المنتصف. طيب دي بشكل بسيط جدا، دي المهمة الأولى. لو أنا عملت بلاي ليست للبروجرام مرة ثانية، الخريطة طبعا كبيرة، بس أنا حاليا دي المهمة، دي الميشن الأولى بسيطة جدا. أضغط على next activity، يفضل إنه أتحرك في الأكتيفيتيز واحدة واحدة عشان أقدر أضمن إني أخذت كل المهارات الموجودة. يعني كل ميشن فيها بتطلب بعض المهارات مختلفة عن ميشن اللي قبليها أو اللي بعديها، فأنا لما أوصل آخر شيء خطوة بخطوة بقدر أضمن إني فاهم كل أو ملم بكل الجوانب اللي ممكن تخليني أؤدي أو أحل التحديات في المسابقة يوم المسابقة بشكل أسرع وأفضل. طيب أنا حاليا عندي برنامج جاهز، دائما لما نفتح ميشن بيجيني برنامج جاهز. المهمات الأولى ما بيكون في تعديل كتير، لكن أول ما أتحرك في ميشن 3 ميشن 4 والمهمات اللي بعديها بلاقي إنه ممكن أعمل البرنامج أو أعمل الكود بطريقة مختلفة أو أرتب الكود بطريقة مختلفة. دائما أجرب، ما أتحرك على نيكست على طول، لا أجرب أحل المهمة أو أحل المشكلة الموجودة بطريقة مختلفة. يعني أحاول أعمل برنامج مختلف عشان أقدر أتمكن من البرمجة. طيب عندي هنا، خلينا نجي على البرنامج. إذا حاولنا نحلل البرنامج، عندي turn right، أول شيء الروبوت حيلف لليمين. لو غيرنا الشاشة حتشوفوا إنه ready، الروبوت متجه في الاتجاه ده، بحيرة مفروض يتجه لليمين، يعني يلف دوران لليمين بعدين يتحرك لقدام لين ما يوصل. فأنا عندي هنا ثلاث بلوكات، الأول بيتجه لليمين. خلينا نجرب نشغل الروبوت، حيلف في اتجاه اليمين فقط والمهمة ما تحلت. طيب أنا هرجع هجرب بلوك تاني، البلوك التاني ده بيخلي الروبوت يتحرك لقدام. زي ما شايفين أنا ما استخدمت نفس البرنامج يعني أنا ممكن أسوي نفس المهمة بطرق مختلفة. أنا هعمل ريستارت مرة تانية، وبعد ما أنا فهمت بالضبط شنو الحركات المطلوبة في المهمة دي، ممكن أعملها بشكل أسرع وأفضل، اتجه لليمين واتحرك لقدام على طول. والأفضل كمان يكون في، إذا عندكم ممكن تعملوا التايمر التوقيت عشان في المسابقة تحاولوا تلقوا وقت تراجعوا وتشوفوا وين الأشياء ممكن تتعدل عليها. طيب أنا هعيد مرة ثانية عشان نشوف الاتجاه. حاليا أنا عندي هنا اتجاه رايت، لما أضغط عليه هنا بقدر أنشط الاتجاه اليسار أو الاتجاه اليمين. إذا أنا استعملت الاتجاه اليسار، إذا بدلت هنا للليفت وعملت بلاي، الروبوت ممكن يتجه للاتجاه المعاكس، بس أنا عندي حركة لقدام، فممكن
ابدل شويه او اعدل شيء في البرنامج اذا اصلا هو الروبوت اتجه الاتجاه ده، بدل انا الف ثاني لفه لليسار وكمان لفه لليسار او لفه لليمين وكمان لفه لليمين وبعدين اروح لقدام، ممكن اغير هنا انه بدل يتحرك لقدام يتحرك لورا واشغل البرنامج. يعني في فرق بين ان اضغط على ريستارت ميشن هنا والريست سيموليشن. سيموليشن حيعيد نفس ال حيكون نفس البرنامج موجود، ولكن على اليمين هنا حركة الروبوت أو مكان الروبوت حيتبدل. لما أضغط هنا زي ما شايفين رجعت نفس المكان، بس البرنامج اللي عندي ما تأثر، واللي هو بيخليه يلف لليسار بعدين يرجع لورا باكورد، صح؟ طيب خلينا نضغط على Run Simulation ونشوف حركة الروبوت راجع للخلف، عمل دوران لليسار. يعني أنا استخدمت نفس العدد من البلوكات، استخدمت اليسار واحد لورا، وفي الحالة الثانية ممكن استخدم اللف لليمين وخليه يتحرك لقدام. فدائما بدل وعدلوا على البرامج، يعني استخدم عدد اكبر من البرمجه عشان اكون على اكثر. حاليا انا هنا مستخدم 3 بلوكات، لكن الاخير ما كان ضروري او ما كان لازم، يعني تيرن ليفت، يعني انا ما فعليا ما محتاجه. كل ما انا انفذ المهمه بعدد بلوكات اقل كل ما كان افضل، ركزوا على النقطه دي كثير. كل ما نفذت المهمه بعدد بلوكات اقل كل ما كان افضل بالنسبه لي. فممكن احطها هنا في الدست بن ونتحرك. يعني قبل ما نتحرك للمهمه الثانيه انا ممكن اضغط على ريستارت ميشن عشان تشوفوا الفرق. هنا انا عندي برنامج بحاول اعدل على البرنامج وعايز اعمل ريستارت للسيموليشن. اذا ضغطت على ريستارت ميشن هيعطيني انذار انه ممكن البرنامج كامل يتعدل عليه. يعني انا حاليا بدأت من البداية، أضغط على next وحاجي أعمل البرنامج بالطريقة دي play عشان أشوف الأكتيفيتي اللي بعديها. طيب ممتاز، أنا هضغط على next activity واللي هي drive for a distance. يعني احنا حاليا هنبدا نتكلم عن المسافات، انا ما هخليه يتحرك لقدام ورا بشكل عشوائي، لا انا عايز اتحكم في الحركه واكون دقيق اكثر في من وين الروبوت حيوقف ومن وين انا هعمل دوران يمين او يسار. زي ما شايفين البرنامج الموجود هنا حاليا بيخلي الروبوت بداية يتحرك لقدام لمسافة 3 خطوات. لو ضغطنا على الموفمنت هنلاقي انه في قدام لورا. كمان عندي هنا الديتا اللي هو بلوك ظهر جديد اللي هو بيتحكم في عدد الحركات. تمام؟ يلا نحن نشوف اول شيء خطوة واحدة حتودي احد، يعني حتاخذ الروبوت على فين بالضبط؟ على وين بالضبط؟ الروبوت موجود هنا play حركة واحدة أو خطوة واحدة أخذت الروبوت من هنا لهنا، وأنا لسه عايز أوصل لهنا لأنه في دوران لليسار بعدين حيروح لنقطة النهاية. فحجرب كمان واحدة، أنا بحاول أكون دقيق قدر الإمكان لسه. فكمان حجرب واحدة اللي هو شغلت البرنامج تقريبا 3 مرات اللي هي 3 خطوات. فبالتالي أنا ممكن حاليا هنا أعرف إنه هي 3 أو الرقم المطلوب هنا 3 خطوات. الشيء الثاني عندي دوران لليسار واضح جدا، آخر خطوة اللي هي اتحرك لقدام لين ما يوصل لنقطة الهدف. طيب يلا خلينا نجرب البرنامج كله مع بعض.
تشغيل المسافة هنا زي ما شايفين مكتوب 3، لما أغير الكاميرا بلاقي إنه المسافة مكتوبة، أنا عندي 3 خطوات تقريبا هنا. طيب جزء ده واضح، أنا هتحرك للأكتيفيتي اللي بعديها على طول. وعندي هنا زي ما شايفين الروبوت يعني متجه الاتجاه اليسار هنا، أنا محتاج أخليه يلف وبعدين أتحرك لقدام ليسار وبعدين يتحرك لقدام، أو طبعا الأفضل إنه أنا يكون عندي يعني زي ورقة بيضة عشان أشوف الخطة، أول كيف أنا هحرك الروبوت، أكتب الخطوات عشان أقدر أنفذها بالشكل الأفضل. ممكن هنا يرجع لورا الروبوت بعدين يتجه لليمين ويتحرك لقدام، فكل الخطوات دي كل الطرق دي موجودة. أنا حاليا هحاول أوجد أفضل برنامج، عندي اوريدي خيار هنا اللي هو اتحرك لليمين، اتحرك لليمين وكمان بعديها يتحرك لليمين وبعديها يتحرك لقدام 3 خطوات، بعدين اليسار وبعدين لقدام لين ما يوصل نقطة النهاية. فأنا دايما بحاول أعدل في البرنامج شوية، استخدم عدد بلوكات أقل، فبجي هنا بفوق شوية بقلل عدد البلوكات، ممكن أخلي الروبوت يرجع لورا بدل ما يتجه لليمين يتجه للخلف 3 خطوات، بعدين ممكن يتجه لليمين ثم يتجه للأمام 3 خطوات، يتجه لليمين بعدها يتجه للأمام. لو ملاحظين أنا لما يكون عندي برنامج زي كده وأنا عاوز أخذ البلوك ده الفورورد بلوك أحطه هنا في النص، أو لو عايز أخذ التيرن ليفت ده أخليه فوق على التيرن رايت، أنا لازم أخذ أو أمسك يعني أحرك البلوكات من البلوك اللي أنا عاوز أغير أو عايز أعدل عليه. يعني ما ينفع افك التحتيه واجي افك التحتيه، هي راح تكون خطوات كثيره. انا هاخذ البلوك احركه زي كده، بعدين اجي اخذ البلوك الثاني واحركه عشان يناسب البرنامج. طيب انا حاليا برجع للكود، رجعت 3 خطوات بعدين اليمين بعدين اتجهت لقدام، تشغيل رود نعدل هنا فورورد انها تكون باكورد، نعيد السيموليشن بعدين رايت بعدين فورورد تشغيل. زي ما شايفين هو اول ما انا عملت التشغيل اعطاني ايرور هنا في الكونسل، كان في ايرور مكتوب بالاحمر، راح تستعمل كل البلوكات الموجوده هنا. طيب خلينا نخلص الجزء الاول من المهمات عشان ننتقل ل الادفنشر اللي بعديهم. انا عندي هنا الروبوت، اذا عملت بدلت الصوره عندي الروبوت متحرك متجه اتجاه مختلف، المفروض يتحرك لورا عشان يوصل للمكان اللي هو باكورد. دي ميشن بسيطة. للخلف على طول، يعني انا كان ممكن اخذ تيرن رايت ومرة ثانية مرة كمان تيرن رايت بعدين اتحرك لقدام، بس احنا دايما قلنا بنحاول نحصل اقل عدد من الخطوات. طيب المهمة دي هتتطلب منها شوية تفكير، هي فيها أجزاء متحركة في الميشن،
اللي هو انا عشان احرك الرافعة اللي هنا شوية لفوق او الجزء ده خليه يرتفع لفوق شوية عشان الروبوت يقدر يعبر الناحية التانية اللي هو يعتبر كجسر او بريدج، لازم انا اضغط على الزر الاصفر. فابدا هنا انا ببدا بتكلم عن الاستراتيجيه، انا كيف المنهجيه بتاعتي عشان اوصل الروبوت هناك. هل انا هاخد الروبوت على طول؟ احنا انا هاخد الروبوت على طول لهنا، بعدين اخليه يتجه لليسار، بعد يتحرك لقدام ويضغط على الزر، بعدين اتحرك مرتين لليمين ولقدام بعدين اليسار، ولا انا هتحرك لقدام بعدين اليمين بعدين اخليه يرجع لورا بعدين يرجع يمشي لقدام بعدين يتحرك لليسار. انا حكتب كل الاوبشنز، انا عندي حاليا خيارات كثير جدا. طبعا المهمات الاولى ممكن تكون اسهل وتعريفيه وما فيها حركات او ما فيها خيارات كثيره، بس حاليا انا ممكن اعمل الكود بطرق كثيره جدا. فدائما احط الخيارات تحتي كامله واجرب واحده واحده اشوف اي واحد فيهم الافضل. فانا حاليا الكود الموجود قدامي هنا يخلي الروبوت يتحرك لقدام 8 خطوات، اللي هو 8 حركات لحد ما يوصل هنا، بعدين يتجه لليسار يتحرك لقدام 2 خطوات وصل اللون الاصفر، بعديها يرجع لورا ويتجه لليمين ويتحرك لقدام. انا ممكن اعمل نفس الشيء خليه يتجه لليمين ويرجع ورا 2 خطوات بعدين يتحرك لقدام بعدين يسار بعدين فورورد. ففي طرق مختلفة انتوا يعني تحاولوا تحللوا كل طريقة او كل استراتيجية وتشوفوا الانسب بالنسبة لكم شو. طيب لحد الان في اسئلة؟ يعني اذا شوية سهل، شايفين سهل بالنسبة لكم، ممكن تزيد الصعوبة شوية. إذا حاسين إنه في شوية أشياء ما مفهومة ممكن تفتحوا المايك وتسألوني، ممكن نعيدها. بس ده بشكل بسيط جدا اللي هي الأكتيفيتيز الموجودة أو الميشنز الموجودة في الجزء الأول. لا من هنا ولقدام بتبدا شوية يكون في التحدي، يعني هياخد معاكم شوية وقت. بس دايما زي ما حكيت بكتب كل عدد الخطوات المطلوبة او عدد الخطوات اللي انا قدرت اعمل فيها برنامج، بعدين اشوف انسب حل او البرنامج اللي بيتضمن اقل عدد من الخطوات. طيب انا زي ما شايفين هنا عندي الروبوت ممكن يتحرك لقدام، يضغط على الزر الاصفر عشان انا عندي هنا بريدج لازم ينزل لتحت، بعدين اقدر اتحرك لليمين وبعدين لليمين يمين يسار كمان يسار كمان يمين. كل البرامج دي انا هحاول اتخطى بعض الاشياء. انا حاليا لانه ما عندي المسافه هنا مقدر المسافه 8 خطوات، فاذا انا ما عندي المسافه ممكن استعمل اشياء زي اضغط هنا على الديستنس. انا عارف انه الروبوت موجود هنا بس انا عايزه يجي يوقف هنا اول عشان يضغط الزر الاصفر. فمن هنا لهنا انا ما عارف عدد الحركات بالضبط، ممكن استخدم الديستنس. لما اضغط على الديستنس بشوف الارقام واضحة عدد الخطوات، فمن هنا لهنا بياخد يعني لين النقطة دي تقريبا 4، ومن النقطة دي لين النقطة دي تقريبا 8، هنا 4 كمان. خلينا نجرب نعمل تجربة بنشوف 4 هيوقف هنا ولا هيوقف شوية أبعد، ونشوف 8 هل هيوقف هنا ولا هيوقف شوية أبعد. بعيدا عن كل البلوكات التالية أنا ونجرب نشوف الروبوت من هنا هيوقف وين بالضبط. هنا 4 وهنا 8 اللي هو نص الرقم الثاني، فأنا محتاج أزود أو أزيد الرقم 4 للرقم 8
عشان أحصل عدد الحركات الكاملة اللي هي 12. فللآن عندي 12 خطوة للأمام، شوف الدستنس مرة ثانية. حالياً أنا عندي 4 زائد 8 اللي هي 12 خطوة للأمام، بعدين لليسار كل المسافة هنا 4. معناها أنا عشان أوصل الزر الأصفر محتاج تقريباً 2، فأنا هحط هنا 12 وبعدين دوران لليسار وبعديها أتحرك كمان لقدام 2 عشان اللون الأصفر يوقف اللون الأصفر، بعدين ممكن يتحرك مرة ثانية. أنا عشان أسرع العملية ممكن أضغط على دوبليكيت هنا وأخذ حركتين كمان لقدام. نشوف لحد الآن، أنا دائما بعمل تيست لكل مرحلة، كل تغيير، لكل تغيير أسويه بحتاج أعمل تيست. ف حاليا الروبوت وقف في النص، بعدين اتحرك لقدام. ممكن حتى كمان تجرب تشوف اذا اتحرك لقدام 4 خطوات مره واحده، هل البريدج هنا حيعمل حيحصل له اكتيفيشن ولا ما حيحصل له اكتيفيشن. طيب هنكبر الصوره شويه. زي ما شايفين هنا البريدج صار مو موجود. هنجي نحاول نتحرك لليسار بعدين لليمين بنفس الطريقة، ممكن تسووها انتم من عندكم حاليا. هنخليه يتحرك لقدام، ممكن تعملوا الخريطة في ورقة فاضية، ورقة بيضة، ارسموا نفس الخريطة واكتبوا نفس الأبعاد نفس المسافات من هنا لهنا. حاليا انا ما عندي من هنا لهنا كم بتاخذ، بس ممكن باستخدام الديستنس الموجوده دي اقدر احدد المسافه من هنا لين هنا واللي هي 8. فانا هخلي الروبوت يتحرك 8 خطوات لقدام، بعد يدور لليسار 8 خطوات لقدام، بعدين عندي كل المسافه دي كل المسافه 12، وانا ما متطلب يعني ما طالب اني اتحرك كل المسافة، ما محتاج أتحرك كل المسافة. أنا محتاج فقط من هنا من النقطة دي الروبوت يتحرك لقدام لحد ما يوصل هنا. فبحاول المسافة الموجودة هنا اللي هي 4 بنقصها من ال 12 والباقي حيكون 8، بعدين اتجه لليمين واتحرك باستخدام المسافة الموجودة هنا والمسافة الموجودة هنا. ممكن أحدد بالضبط الروبوت عشان يوقف هنا محتاج كم خطوة. حاليا أنا ما حعمل أرقام عشوائية، ما هبدأ أحط أرقام عشوائية وأغدر المسافة، لا أنا عندي فعليا المسافات محسوبة، فببدأ أعوض القيم فقط في البرنامج. هل لحد الآن الجزئية دي واضحة؟ في أي أسئلة؟ إذا في أي أسئلة تقدروا تفتحوا المايك. طيب حننتقل شوية إحنا، أنا هحاول هنتقل للجزء الثاني بنشوف شيء شوية مختلف. وإذا وأنتوا خلال استخدامكم للبرنامج حسيت إنه في جزء ما كان واضح أعطوني خبر. طيب طبعا حاجي أضغط على الـ next activity هنا. طيب زي ما شايفين أنا عندي الروبوت المفروض يوقف في النقطة دي، تحرك لقدام 4 خطوات لليمين 3 خطوات، وعشان أتأكد بجي أضغط على المسافات هنا بلاقي إنه عندي 2 زائد 2 اللي هي المسافة. يعني إذا أنا ما موجود عندي البرنامج ما عندي القيم دي هحتاج
استخدم العمليات الحسابية عشان أتوصل للرقم 2 زائد 2 اللي هي 4، بعدين عندي 4 ناقص 1 يتحرك لقدام مسافة 3 خطوات. خلينا نعوض نفس البرنامج، 4 هنا 3 شغل. تحرك لليمين توصل. طبعا احنا حاليا بدينا جزء مختلف، جزء ثاني الاكتيفيتيز حتكون شويه مختلفه، لان في حاليا عندي ارتفاعات وحقدر استخدم بعد شوي حبدأ استخدم الزوايا، وكمان عندي هنا السمارت بلوك. السمارت بلوك بعد شوية اللي هو حيوفر علي اشياء كثيرة. اذا في اي لحظة انا حسيت انه حستخدم يعني خلصت التدريب وعاوز اواصل بكرة، بقدر اجي اضغط على اكسبورت بلوكلي، بينزل معايا فايل في الكمبيوتر. الفايل ده بكرة اجي اسحبه من هنا، اعمل امبورت، ونفس بنفس الطريقة انا حاليا نزلته على الديسكتوب، فبجي بعمل للبرنامج ابلود، فبقدر اواصل من نفس النقطة، يعني اقدر اواصل من نفس النقطة اللي وقفت فيها امس. طيب ممتاز جدا. انا حاليا معايا المهمة اللي قدامي في اليسار، خلينا نشوف كمان نستخدم الأداة مسافات. المسافة من هنا لهنا 4، ومن هنا لهنا 1، وأنا عاوز أوصل للنقطة دي، فهحتاج أنقص الرقم 1 من المسافة الكلية اللي هي 4. الروبوت المفروض يوقف هنا في النقطة دي، بعدين يتحرك لليمين ويتحرك لقدام مسافة أنا حالياً محتاج أعملها كالكوليشن اللي هي كاملة 4، وعندي هنا 2، فمحتاج أتحرك 4 ناقص 2، بعدين يسار، بعدين أتحرك لقدام. خلينا نشوف شنو نوع التحدي اللي ممكن يكون في الأكتيفيتي الجاية. الجزئية دي في الأغلب عن العمليات الحسابية، بيعطيك يعني بيعطينا المسافات بشكل مختلف، وأنا أحاول أستخدم المسافات دي في إنه أوصل للنقطة الأخيرة. فأنا ما محتاج، أو يعني المفروض مع وجود المسافات عدد الخطوات الموجودة هنا، المفروض عدد الأخطاء أو التجارب اللي أنا بعملها في البرنامج هنا تكون أقل، لأنه أنا حاليا عندي البيانات دقيقة جدا موجودة. عندي المسافة هنا 4، فبجرب بروح قدام 2، بعدين عندي من هنا لهنا 6، فبخليه يتحرك ممكن نص المسافة 3 خطوات، بعدين لليمين وبنفس الطريقة. طيب أنا هنتقل لمهمة تانية. لحد الآن ما في شيء صعب. شباب ممكن تجربوا معايا انتوا كمان، يعني ممكن تشتغلوا على البرنامج عندكم. إذا حد عنده سؤال حاب يشارك شاشته أو يكتب سؤال في الدردشة، هاي الجلسة عشان نتعلم كيف ممكن نطبق برنامج كودرز خلال مسابقة هالأسبوع. الأفضل إنه ممكن تقسموا الشاشة نص جزئين، اللي هو الجزء اليمين يكون فيه شاشة للمشاركة معكم، والجزء الثاني تكونوا شغالين على المهمات، لأنه ممكن تلاقيكم شوية أسئلة فنقدر نتناقش معاه كلنا، والباقيين كمان بيستفيدوا، يعني لما واحد يسأل سؤال ممكن الباقيين يستفيدوا منه. طيب
أنا هحاول أتحرك بس لمهمة تانية، هطلع لجزء تاني عشان أنا حاسس إنه لحد الآن واضح ما في أي أسئلة. طيب ممتاز، احنا عندنا الجزء الاول اللي هو الادفنتشر بارك، بعدين اللي شفناه قبل شويه الفروزن ايلاند، بعدين بنجي لي لوست سيتي وكريستال كريتر. اللي أنا فتحتها حالياً دي اللي هي Lost City، خلينا نشوف واحدة من المهمات اللي هنا. زي ما شايفين بيتحول زي كأن أنا بعمل في بازل، بحتاج أركز شوية وأختار عدد الحركات يعني بعناية. يعني لو أخلي الروبوت يتحرك لقدام حالياً خطوة واحدة، خلينا نخلي الروبوت يتحرك خطوة واحدة لقدام، أول ما يوصل هنا إحنا أنا خليته يتحرك مسافة مفتوحة. الحركة اللي قدام خطوتين، حسب الحركة اللي بتحرك الروبوت في بلوك تاني بيتحرك من مكانه. أنا بحكم التجربة حاليا فهمت إنه أول ما أضغط على الزر ده الموجود هنا، البلوك اللي على اليسار بيجي بيلتصق مع البلوك اللي فيه الروبوت. فالخطوة اللي بعديها خليه يتحرك أو يعمل دوران اليسار، بعديها يتحرك لقدام، كمان بعمل دبل كيد هنا لقدام خطوتين. بعد كده أنا هشوف إذا الخطوة اللي بعديها البلوكات الموجودة هنا واحد منهم هيجي يلتصق مع البلوك ده، والبلوك الموجود على في النقطة دي هيجي يلتصق مع هنا. فبحاول أعمل تجربة. حاليا احنا هنحاول نتعرف على الويت والريبيت. شنو الفايدة هتكون في الويت والريبيت؟ زي ما شايفين قبل شوية لما أنا خليت الروبوت يتحرك من هنا لهنا على طول، يعني لو عملت ريستارت للسيميليشن وجربتها مرة تانية، الروبوت وصل هنا وبدأ يدور لليسار ويتحرك لقدام على طول. ممكن إذا البلوك كان شوية أبعد كان الروبوت حيطيح من البلوك اللي هناك. ففي الحالة دي أنا بعد الدوران لليسار بخليه ينتظر شوية 1000 ملي سكند، معناها ثانية واحدة. فأنا هحاول أخليه، يعني هي المسافة ما بعيدة جدا، أحاول أخليه ينتظر نص ثانية اللي هي 500 ملي سكند، وبعديها يتحرك لقدام. فأنا بدي الروبوت وقت لحد ما البلوك يوصل ويلتصق مع البلوك الثاني عشان الروبوت ما يطيح في الفجوة الموجودة في النص. طيب مرة ثانية افضل من الاولى. البلوك هحتاج الويت بلوك هحتاج استخدمه اكثر واكثر لقدام، لانه البلوكات ممكن تكون مكانها شويه بعيد من الثاني. فانا عندي اول ما لمس دي البلوك اللي هناك التصق مع ده، فاعتقد الزر اللي موجود هنا هيخلي البلوك اللي على اليسار اللي هنا يلتصق مع البلوك على اليمين. فدي هي الطريقة، أنا هحاول أشتغل خطوة خطوة وبعد بخلص. يعني زي ما شايفين أنا عندي هنا كمان دوران لليمين،
تحتاج لدوران لليمين. خلينا نعملها مع بعض عشان نقدر نعرف كيف احنا ممكن نستفيد او نقلل البرنامج قدر الامكان. دي كمان خلينا نخليها 1000 عشان ما نحتاج نغيرها. طيب ننتظر ثانية وتحرك لقدام وصل هنا بعدين يدور لليمين وكمان يتحرك خطوتين لقدام ويدور لليسار دوران اليسار كمان يتحرك لقدام بعد بينتظر لو بعد انتظر ثانية يتحرك لقدام خطوتين. طيب كده افتكر البرنامج واضح. انا عندي الروبوت بدأ يتحرك لقدام يدور لليسار انتظر شوية لما البلوك يوصل يتحرك لقدام دور اليمين انتظر شوية لما البلوك يوصل يتحرك لقدام بعدين اليسار انتظر شوية بعدين يتحرك لقدام. وبنفس الطريقة أنا ممكن أتابع لين ما أوصل للنقطة دي. بس حاليا زي ما ملاحظين أو خلينا نتمها بسرعة بعديها لليمين لليمين ثم لقدام طبعا ما محتاج اني اعيد السيموليشن من البدايه. انا ممكن افك البرنامج واشغل فقط البلوك اللي انا محتاج اعمل عليه تيست. طيب هنا انا محتاج إذا شوية تأملنا في المسار أو مسار الروبوت هنا الروبوت يتحرك من النقطة دي لقدام بعدين يسار بعدين انتظر بعدين راح لقدام بعدين يمين بعدين انتظر بعدين لقدام يسار انتظر لقدام يمين انتظر لقدام. فأنا عندي هنا قدام يسار يمين يعني عندي يسار يمين يسار يمين قدام الأولى اللي هو الحركة الأولى اللي قدام ما راح تتكرر يعني كثير فأنا خليها هنا لقدام خطوتين. باجي أحسب هنا لليسار قدام لليسار بعديها انتظر ثانية ثم لليمين. طيب حاليا الكود ده انا استخدمته عشان الروبوت يتحرك من هنا يجي لين هنا. بنفس الطريقه انا عندي هنا زي ما اتحرك من هنا ووصل لهنا بنفس الطريقه بنفس الحركه ونفس المسافات انا ممكن اخليه هنا لو ملاحظين معايا نفس الشيء وكمان من هنا لين هنا. فانا اعدت نفس قدام يسار قدام يمين كمان قدام يسار قدام يمين. فأنا بدل ما أكرر البرنامج أكثر من مرة يعني أنا عندي نفس البرنامج بدل ما أكرر أكثر من مرة وأعيد وأعيد وأزيد في نفس الكود أنا ما محتاج لكل البلوكات دي. ممكن أستخدم الريبيت وكل البلوكات تكون جوات الريبيت اللي هو يتحرك لقدام يسار قدام يمين مرة تانية يعيد نفس الحركة ثلاث مرات. بجي بدل الرقم هنا repeat 3 times وبعد كده أبدأ السيموليشن من الأول وأشوف إذا حركة الروبوت نفس اللي أنا متوقعه ولا لا. يتحرك لقدام
ممكن احتاج اعمل شوية تعديل يسار، انتظر ثانية، لقدام، لليمين، حرك لقدام، اليسار، انتظر ثانية. بنفس الطريقة حيبدأ يعيد في نفس الكود بنفس الطريقة. فهنا أنا بستفيد من الويت بلوك والريبيت تايم. أتمنى أن تكون دي الجزئية دي واضحة عندكم. في شيء تاني أنا ممكن أستخدمه، اللي هو بدل ما أعيد كل البلوكات دي أنا ممكن أستخدم السمارت بلوك. السمارت بلوك زي ما شايفين نيو سمارت بلوك، هسميه فورورد ليفت فورورد، او خليه اف ال اف كرييت. طيب الاف ال اف هيظهر عندي باللون الاخضر، وهو برنامج شويه بيكون يعني مختلف، يعني هو مو برنامج كامل، هو عباره عن برنامج داخل برنامج، اللي هو انا لما اطلب منه ينفذ الاف تي اف، لما اطلب منه ينفذ الاف تي اف هينفذ كل الاشياء الموجوده جوات الاف تي اف، اللي هي انا ممكن اعمل هنا فورورد ليفت انتظر ثانيه، فورورد رايت انتظر ثانيه. وبعد ما انا اخلص البرنامج حاجي هنا بدل كل البلوكات اللي كانت موجوده هنا، حاجة اسحب ال FLF اللي هو الكود البسيط اللي انا مسويه، وبالتالي حينفذ كل الكود الموجود هنا. حاليا ما في حاجه موجوده، فانا حابدا اصنع الكود من الاول. فورورد، بضغط على علامه الضبط settings هنا عشان اضيف المسافه. احنا قلنا هنا الكود قدام يسار قدام يمين، فحاجي اعمل نفس الشيء هنا، قدام اثنين، بعديها يسار، بعديها قدام، بعديها يمين. الاختلاف الشيء المفترض اضيفه هنا اللي هو ويت فور 1 سكند، اللي هو 1000 ملي سكند تحت الليفت على طول. فباجي هنا انتظار، امر الانتظار 1000 ملي سكند، كمان واحده هنا 1000 ملي سكند. ده هو برنامج ال FLF حاليا الان صنعته. فبجي على المين وبتخلص من كل البلوكات دي، هكرر ال FLF 3 مرات فقط، وبالتالي يعني البرنامج اللي هيشتغل هيكون الكود اللي داخل ال FLF. ال FLF نفسها ممكن اعمل لها دوبلكيت، هيكون في عندي واحده ثانيه هو بلوك من البلوكات الذكيه السمارت بلوك، ممكن اعمل واحد ثاني وكمان واحد ثالث، لان انا ممكن يكون عندي حركات مختلفه، ممكن يكون عندي ميز مختلفه، الروبوت ممكن يتحرك قدام خطوتين بعدين يسار، ورا خطوتين بعدين يمين، او ممكن اي حركه مختلفه ثانيه، ممكن اعمل له ريموف كمان، وممكن امسح كل شيء موجود جوا. طيب خلينا نرجع ونجرب بسرعه. الكود حيتكرر 3 مرات ال FLF، حرك لقدام يسار قدام يمين انتظر، كمان قدام مرة ثانية اليسار انتظر قدام يمين انتظر، المرة الثالثة قدام اليسار اللي هي هنا، بعدين قدام اليمين وانتظر ثانية. كده البرنامج خلص، لان انا طلبت منه يكرره 3 مرات فقط. اذا طلبت انه يكرره اكثر حيبدا ينفذ نفس الحركه قدام ليسار لقدام يمين. اتمنى الجزئيه دي تكون
واضحة لأنه تستفيدوا منها كثير لقدام. طيب خلينا ننتقل لشيء شوية ممكن يكون مختلف. إذا في أي أسئلة في الوقت الحالي تقدروا تسألوا. طبعا في جزئية أول activities حقة الدروينج. الدروينج ممكن تكون أبسط بسيطة جدا، ممكن تشتغلوا عليها يعني تعملوا عليها براكتس حالكم. دي هنا بتتكلم عن أول مهمة، دي بقدر أعمل عليها براكتس أكثر عن الدوران والتحكم الأفضل. يعني أنا عندي زي ما شايفين الروبوت هيتحرك لقدام هنا، بس الدوران ما 90 درجة، يعني ما هعمل تيرن يمين وتيرن يسار وخلاص، لا أنا محتاج أعمل تيرن اليمين بدرجة محددة. يعني لما أوصل هنا خلينا نشوف بشكل أفضل الديستنس، المسافة اللي أنا محتاج أتحركها هنا 3، وده شيء إحنا مسوينه من قبل. يتحرك 3 حركات لقدام، بعدين إذا عملت دوران لليمين، إذا عملنا دوران لليمين لقدام، اتحرك لقدام 3 خطوات، بعدين دوران لليمين، اشغل البرنامج، هلاقي انه عندي عملنا دوران لليسار. الفكرة انه الدوران ما حيكون بالضبط نفس الميلان اللي انا عايزه هنا، الزاوية الموجودة هنا زي ما شايفين لما اضغط على الديستنس محطوطة 30 درجة، فمحتاج اعمل 10 رايت بدرجة محددة اللي هي الدرجة الموجودة هنا، ترن رايت بزاوية 30. أو ممكن إذا استخدمنا نفس الترن هنا بطن أضغط على السيتنج وبقدر أضيف زاوية، أقدر أضيف radius، ممكن نتكلم عن radius كمان مرة ثانية. هي درجات أو أشياء بتخلينا أستفيد من البلوك أكثر. يعني أنا عندي اتحرك 30 درجة لليمين، بعدين اتحرك لقدام 3 خطوات، شغل البرنامج، هلاقي ان الروبوت وقف هنا 3، بعدين دوران 30 درجة فقط، 90 درجة زي الحالات الاعتيادية. كمان عندي براكتس شوية على ال 45 درجة، طبعا ده شرح. هذه هنا اعمل زوم، الروبوت حيتحرك لقدام، خلينا ناخذ الفيو الافضل، الروبوت حيتحرك لقدام خطوتين، دوران 45 درجة خطوتين. طيب اذا انا ما عندي ال 45 درجة، اذا ما عندي هنا الدرجة موجودة، ممكن اخذ الزاوية اللي هو الانجل الموجودة هنا، وبالماوس بقدر اعلم على الشاشه زي ما شايفين. انا حاليا مسوي علامه خط مستقيم، وممكن من هنا اول ما اعمل خط مستقيم انا متحرك شوي لليمين، فمن النقطه دي الخط مستقيم، اذا الروبوت متحرك في خط مستقيم حيروح للنقطه دي، وإذا أنا حركت شوية هيديني الدرجة بالضبط مكتوبة على اليمين زي ما شايفين هنا على اليمين، في أقصى اليمين مكان الآن اخترت منه البرجل أو الجال، بلاقي على اليمين مكتوب عليه 50 أو 45. أنا ممكن أغير الزاوية شوية، فهي حاليا بالضبط 45 درجة، لكن انا اذا اخذت على الدرجات الموجوده هناك اللي هي 46 او 47 ما حتكون في اشكاليه كبيره. فممكن احنا نجرب اذا ما اتبع ال 45 درجه بالضبط وين ممكن الروبوت يعني يوصل.
إذا حاولنا نجرب النقطة دي، خلينا نوقف الزاوية، هنجي هنا اتحرك لقدام مسافة 2، بعديها دوران لليمين، الزاوية حتكون هنا. إذا ما مثلا إذا عملنا الزاوية 50، بعدين اتحرك لقدام كمان خطوتين ثم إلى اليسار، زاوية 45 درجة. بنفس الطريقة ممكن أجي أستخدم المقال هنا، ودي الحركة إذا الروبوت متحرك في خط مستقيم. إذا هو متحرك في خط مستقيم حيروح في الاتجاه ده، إذا ما متحرك في خط مستقيم اللي هو مايل بزاوية، إذا حيحتاج للزاوية الموجودة هنا اللي ممكن تكون 50 60، هي الأدغة 45 درجة. فأنا هحاول أقيس شوف بالوقت أحسن برنامج بياخد أي زاوية بالضبط. قدام 50 درجة، شايفين شوية مقرب على الحافة. عملنا كمان دوران إحنا لليمين، المفروض نعمل دوران لليسار. هل الجزئية دي واضحة؟ أتمنى يكون واضح بالنسبة للجميع. شباب إذا في أي أسئلة ممكن تسألوا. البراكتس هو ممكن الشيء الوحيد اللي بنحتاجه حاليا، لأنه كل شيء غير كده واضح. بنستخدم السمارت بلوكس، بنستخدم الداتا فلو هنا والويت بلوك والريبيت، كلها تساعدني في البرمجة. عندي هنا كمان اللي هو ما توصلنا لها، دوران اليسار، هزيد الراديوس، هاخد هنا بدون الانجل، هخلي دوران اليسار فقط، في سد راديوس 50، شباب إذا في أسئلة أسئله حاليا ممكن تحطوه على الشات بوكس. اشتغلوا على، اعملوا براكتس على الزوايا، اعملوا براكتس على، ممكن أنا أرجع للتحدي الأخير أو اللي قبل الأخير أعتقد. طيب سكاتشيت هنا هو على الرسم أكثر شيء، فبديك شكل زي مثلا الآيس كريم هنا، و يعني الرسمة موجودة بس أنت محتاج تستخدم الألوان. طبعا عندي الجادجت اللي هي بستخدم لون محدد، حاليا ممكن أستخدم اللون الأحمر أي لون من الألوان الموجودة هنا. و أول ما أعمل أو أضغط على Start هيبدأ Start، اللون الأحمر هيبدأ يحط اللون على الورقة. بعدين ممكن أتحرك لقدام، إذا حبيت تستخدموا التولز الموجودة هنا تقيسوا المسافة بالضبط من الروبوت للآخر كم، أعطيكم 7.1 متر. بعديها أنا أتحرك لقدام مسافة 7.1، زي ما شايفين احنا استخدمنا الأدوات الموجودة وكل شيء صار بالنسبة لي أسهل. 7.1 هشغل البرنامج، زي ما شايفين الروبوت المفروض يوقف بالضبط في النقطة دي لأنه أنا حاطط المسافة بالضبط. بعد كده ممكن أستخدم لون مختلف، إنه أدور لليسار
اعمل دوران اليسار، اعمل الشكل المثلث، بعدين اجي اعمل الثلاثة دوائر او انصاص الدوائر الموجودة بالاعلى هنا. في الحالة دي انا هنا محتاج استخدم الزاوية، محتاج احدد بالضبط كم الزاوية اللي انا حميلها لليسار، انا ما حدور اليسار بشكل تغريبي، فحاجي هنا حستخدم الاداة دي وحشوف الزاوية بالضبط اللي هي 120. هعمل دوران اليسار turn left، هضيف الزاوية، الزاوية هتكون زي ما احنا عملنا قياساتنا 120. وممكن استخدم كمان لون مختلف من النقطة دي اللي هو حاجة هنا، استخدم اللون الأزرق مثلا. في الآخر أعمل ستوب للألوان. أعمل ريستارت بلاي. زي ما شايفين الروبوت مسوي الخط الأحمر، بعدين دوران لليسار 120 درجة، ثم اللون الأزرق. بعد كده المفروض يتحرك لقدام. المسافة كمان ممكن أحددها اللي هي من هنا يعني هنا بالضبط 7 متر، 7 متر، 7 أمتار. فحدي أخليه يتحرك لقدام مسافة 7 أمتار بالضبط. طيب أنا هحاول أخليه يتحرك على طول من هنا. زي ما شايفين أنا عشان ما استخدمت اللون الأزرق، خلينا نعيد من البداية، بنستخدم اللون الأحمر أول، بعدين نستخدم اللون الأزرق. اليسار بعدين اللون الأزرق لقدام توقف هنا. طيب أتمنى تكونوا يعني واصلين للمرحلة دي وقادرين تعملوا تدريب براكتس بشكل كفاية. إذا أنتم متمكنين من كل الأدوات الموجودة هنا، أعتقد إن يوم المسابقة ما حتواجهوا أي مشاكل. في أي أسئلة؟ ممكن تفتحوا المايك أو تكتبوا على صندوق الدردشة إذا في أي أسئلة. شكرا لك أستاذ راشد. العفو أستاذ أحمد. إذا في أي أسئلة من مهرة أو أم فهد أو أشرف قبل ما ننهي المكالمة. أستاذ أحمد أنت حتشارك التسجيل مع الباقيين صح اللي ما قدروا زين، بس بعض المعلومات قبل ما ننهي المكالمة، إن المسابقة بتكون يوم السبت تاريخ 13 مارس على جميع الطلبة الحضور مع فرقهم وأستاذهم، وجميع الطلبة لازم يكون عندهم نفس الخلفية، فكل فريق يكون مصمم خلفيته سواء اسم المدرسة أو ألوان براحتكم. والحضور جاهزين يوم السبت، سيتم إرسال الدعوة للمحادثة عن طريق الإيميل للأستاذ. شكرا لكم. شكرا للجميع. أتمنى